لو الحكاية فيها إن فيجو الشقة سكننا في شارع الوزع عندنا حاجتين إن إحنا ممكن نتكلم عليهم. الأسعار الشقة المبنية من مباني مثلا التسعينات، وبنتكلم عن أسعار الشقة اللي هي حديث 2017 2018. لو بنتكلم مثلا عن أسعار الشقة السكنية مباني قديمة المتر تراوح يعني بتراوح مثلا من 5 ل 6 المتر، بيبقى تشطيب عادي لو بتتكلم في أسعار يعني 2015 2016 بالنسبة للمنطقة هنا ممكن توصل بين 7 و 8 آلاف و 9 آلاف وتشطيب محارة. طب بالنسبة لكاملة التشطيب؟ كاملة التشطيب بقى ممكن المتر ممكن يعمله هو، يعني مثلا عندنا مثلا مثال مثلا لو شقة مثلا 200 متر في شارع الثورة، شارع الثورة اللي عايز الشوارع المميزة في مصر كلها على أساس إنه شارع توي وإيه بلس، وشارع الثورة يعني أرض الكل ممكن متر مثلا يعمل له 12,000 أو 13,000 متر. اللي هي مشطبة الصورة. طب بالنسبة لتمليك الفيلل هناك في شارع النزهة؟ تمليك الفيلل في شارع النزهة ممكن الفيلا تعمل لها في حدود يعني 40 50 مليون مساحة حوالي 600 متر، لأن هو بيشتري أرض ما بيشتريش فيلا. لو هياخد مثلا فيلا سكنية ممكن مثلا بتبدأ من 25 مليون، يعني أقل حاجة 25 وأعلى حاجة 50، يعني تقريبا بيتراوح سعر المتر مثلا من حوالي 25 لتقريبا 1000 متر. تمام. كمباني وأرض. كمباني وأرض. طب إيه سبب ارتفاع الفيلا للدرجة دي؟ السبب ارتفاع المتاح مش معروف كتير بالنسبة لشارع النزهة. لو حضرتك بتتكلم في مصر الجديدة ولا بتتكلم في شارع النزهة بالتحديد؟ لا شارع النزهة بالتحديد. لو شارع النزهة بالتحديد المتاح مش كتير بالنسبة للفيلا. ليه؟ لأن حضرتك عشان ياخد فيلا دلوقتي بالسعر المتواجد بيه حاليا دلوقتي مش هتجازي معاه من الناحية السوق الاقتصادي العقاري. بمعنى انت حضرتك دلوقتي سعر الفيلا دلوقتي حضرتك الفيلا ممنوع عليها حظر البيع حظر الهدم، فاللي بيشتري فيلا عشان تشتري فيلا دلوقتي تمنها مثلا برقم 30 40 مليون جنيه عشان تسكن فيها طبعا بتبقى بالنسبه له مش اقتصاديه. تمام. فبتطلع على التجمعات على اساس ان واحد مقرر، انما لو انت في مثلا فيلا لازم يكون عدت عليها 40 سنه على اساس ان هو تمشي في ايرادات في سعرها. وحاليا دلوقتي الموضوع في مشاكل كتير مع الحي بالنسبه للمواطنين. تمام ماشي.